السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج رمضان في الحوم. في رمضان كنعيش أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولو ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة، ورمضان في الحومة، الحومة اللي غنزوروها اليوم هي الحومة كاسافارات. اليوم شنو اسمك؟ شنو اسمك رضين؟ اجي نقول لك شحال سمتي في رمضان؟ كامل تبارك الله عليك، سمته كامل. وكيفاش كتستقبل 26 وهاد الايام ديال العيد؟ كنستقبلوها باجواء رمضانيه مزيونه، دار الحومه كيعدلوا لنا طواجن مع بطيطو، كيبقى يعدلوا لنا منصات دقه مركشيه، حتى البنيتات كيكونوا مفخمين بالجلاله بالجابا دوريس وكل شيء هادشي كامل. والعيد دابا كيفاش كدوزوا العيد ديالكم هناك؟ كندوزوا حاجه كبيره، كيكون الحومه مزوقه، العباب لابسين عليهم، فرحه كبيره. هيدا كتكون الفرحه ديالنا. عدلتي انت الجلابه ولا شنو عدلتي؟ عدلت ولكن ما لبستهاش. يعني تخليها نهار العيد طبيعه الحال ان شاء الله. اذا نهار العيد نجيو نصوروا معاك ان شاء الله. واليوم تبارك الله بالجليبه ديالك، شنو خايط لك الجلابه؟ شريتيها يعني شريتها لك مامك. شنو عندك مامك اللي كتشوفينا في هذا الفيديو هذا؟ كنقول لها شكرا ماما على داك الشيء اللي قدمتي لي والله يعطيك الجنه. كيفاش كتغوزوا هذه الاجواء؟ كنغوزوها مزيون. لا شوما كنغوزوها مزيون مع الفرحه ديال الناس اللي كيصوموا، كل شيء كنوجدوا الطواجن وكنعملوا هذا الشيء، وكنطبقوا مينات البنات والذكوره كيطبقوا مينات، كنكونوا فرحان. كل شيء فرحان، كل شيء كيعجبو الحال. لا شكون خايط لك الجلابه؟ شريتها. شنو عزق ماما اللي شراتها لك؟ شكرا ماما. اجي نقول لك هذا الجليبه شكون شراها لك؟ ما خيطاتها لي وشراتها ليش. ياك وشنو عزق ماما اللي كتفرج فينا في هذا الفيديو هذا؟ شكرا لله بزاف. جيتي غزاله تبارك الله. اجي نقول لك شكون شراها لك ولا خيطتيها؟ لا انا صراحه خيطتها. اجي نقول لك الاجواء في كاسافارات واش كتعجبك ولا ما كتعجبكش؟ صراحه كتفرحني، صراحه كيعجبني داك الشيء اللي كيعملوا وزاد الحاجات. ايوا بصح شكرا. الله جمع لنا اليوم الحومه كاملين. كلشي كيحمق على ملكه قصريه، خالتو ملكه. عيد انا كنت كنحني للعرايس وداكشي، ودابا ما بقيتش عييت وداكشي، ولكن باقا في الاعياد وداكشي دائما كيجوا عندي حتى الذكي ورا تصرعنا به. ها هو الفيلم كلشي عامله له. اجا منصف وري له. دابا منصف شنو عملتي له؟ قال لك عمل لي منصف و وميساء. شكون هي ميساء؟ منصف ونسي. عندك كيعرفها كتقرا معاه وزار. تبارك الله. ونسينا شنو عامل؟ هذا عمل الحرب ديما وديالو. دابا وري لعمو. جيتي من الزم وري عند خالتو مليكة. كل عام كتجي. كل عام كتجي ولا أول مرة؟ لا كل عام كنجي. شنو اللي خلاك كل عام تجينا عندها؟ شنو زعما هذا الحب هذا؟ مين جا هذا الحب هذا؟ كتعجبني الحنة ديالو. كتستي توا وهي كتجي هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تبارك الله شوف كاسافارات منورة، ملي سلاقيناك اليوم زادت تنور. الله يغطيك بالرضا، الله يحفظك. إلا قلت لك الأجواء رمضان كيفاش كدوزوها في كاسافارات؟ غزالة غزالة، ما كاين عيد توازن ولا صداع لا والو. كانوا البيبان دائما ديال الديور مفتوحين. هذا كيدخل من عند هذا كياكل مع هذا. دابا والو، دابا كلشي البيبان ديالو مزود. شنو اللي خلاو ديك البيبان يتشادو مبقاو شي مفتوحين بحال شحال هذا؟ الوالدين ديالنا مشاو كاملين، مشاو ما بقاوش. الله يرحمهم ساي. الله يرحمهم ويوسع عليهم. في هادو كانوا بحال العائله، الناس كاسافارات حرين كانوا بحال العائله. دابا باقي قلالين بعض الناس هنايا. وكاسافارات معروفه كيخلقوا الجو ديال الاعياد. دابا الحمد لله جينا جبرنا تبارك الله. لا لا
دابا حنايا الناس اللي باقيين الدراري اللي كبروا هنايا هما اللي كيحيوا هذا كيحيوا ديك الجو في العيد كتجبر كلشي فرحان كلشي كيضحك كلشي وتجد راسك غنجي من عندك اجي مرحبا بك اجي عندي النعناع العواشر مبروكه الناس ديال الحي كسفاره تا ولا الناس ديال طنجه كاملين وكنسلم على الناس ديال برزيكا اونفيرس عبدي سترات كنسلم عليهم وكنقول لهم العواشر مبروكه تبارك الله عليك عليكم السلام خاي ابراهيم دخل مارس نورتي كصفاره ارحم الوالدين تاعو ما منورينا اليوم اليوم انتنا هو اللي غتقول لنا شنو كتبع هنا هنايا الشيواز رمضان عندنا رزيزه ديال الزيزه وعندنا بغرير وعندنا الخبز المقله بعقله تبارك الله هاهي فين هي الطاليان دو دليل كصفاره شحال هادي ماشي هي الدابا الحبيبه كيف تبدل فيها تبدل بزاف ومبقاش الشارع زولوا السوق دخلوه من داخل مبقاش الرواش بحال ليك الاواخر د رمضان عاد كتكون شويه ديال الرواش كنقضيو مع الدرويش عاوش بنادم ما هو عايش هذا كيعيش معاه هذا عايش معاه تبارك الله عليك الله يرحم الوالدين تهلا الله خير براه شنو الاسم ديالك محمد بركلي صايم اليوم ولا فاطر صايم تبارك الله فين ماشي دابا واش نتاخر انتي نوما ماشي تسخر انا وخال وماما اجي شريتي الحوايج ديال العيد شريتو ولبستي قندوره بارع لبستي واخا شنو اسمو يعقوب سوا كيهضر ولا ما كيهضرش باقي ما تهضرش باقي ما كيهضرش مسكين دابا يبقى يهضر حتى هو ياك يبقى يلعب معاك فين كتقرا تقرا ملي عابسله تبارك الله اذا مش ساهل الدراسه ديالي اجي نقول لك شنو غتقول ماماك اللي غتفرج فينا في هذا الفيديو هذا نقول لها اجي تفرج معانا يا احلى ياسين في العالم مرحبا بك خاي ابراهيم نهار كبير هذا جينا عند نص كاسابارات والله كبار فيك المرضي خاي ياسين كاسابارات والاجواء د رمضان واش كاين شي رمضان في رمضان ولا الامور الحمد لله مزيان شويه وصافي نقصات شويه لا من على زعما لا بيع وشراء ولا لا على رمضان لا نقصات شويه لا مخزن داير وهذاك ما خلاوش بنادم كيما كان بحال دائما شحال هادي خاوة تهضر معايا شحال معاك دابا الامور الحمد لله مزيان لا دابا مخزن داير عرفتي هي كتعثر فيك كتسمع الرادار الخاوة صباحك الله مخزن بزاف خا ياسين كيفاش كانت كصبرات شحال هادي وشحال هادي كانوا فراشه اللي كيواكلين شاربين هيدا فهمتي كانوا كيبيعوا لي تبارك الله كلشي كيجي لهم كصبرات ودابا نقصات زولوهم اللين ما يعني تفرقص العائله صافي ترشوا الجوقه صافي اما شحال هادي بنادم كيتسخر من هنايا كلشي كيجي كصبرات كلشي فين ما مشيتي كصبرات السوق الخضره كلشي كان كيجي لهنا وهذا العام في الاجواء د رمضان كيفاش دوزتي رمضان مع الناس ديال الحومه شويه شويه ناقصه شويه الدراري كاملين هربوا للغربه مع من الخاوه ديال كاين لا طواجن لا والو كلشي غالي كلشي غالي جداد الخضره كلشي اخاو واش مبروكه وتعيدوا الصحه لهنا واحلى عام إله تبارك الله إله إله احلى عام إله بالعالم الله يحفظك الخاطر صبرت خايب التسعينات و 2000 كانت مزاونه كانت شنقول لك الامور هنايا ما شاء الله حومه شعبيه بنادم كيجي من اي بلاصه كيبيع عشرينايا وكيجي يتسخر من هنايا وكيفاش خلقتي الجو د رمضان في هذا رمضان هذا رمضان هذا رمضان اخاوه باش نقول لك مشى بالسرعه ما فهمنا منه والو اخاوه وعازك السوق ديال الشواه مبقاش يا مبقاش زعما داك الاجواء د رمضان بحال اللي كانت نقول لك المغاربه ديالنا كنتمناوكم عواش مبروكه وكنتمناوكم تكونوا احسن خير تبارك الله عليك حلاوه تبارك الله عليك الله يرحم والديك اخا الله يجازيك بخير الله يبارك فيك ريحه البريوات طالعه كتشاهي تبارك الله هايده وايده شويه شويه شحال البريوات 3 دراهم مردي يعني كاين هذا جداد وكاين عندي جداد وعندي ديال الحصه يعني جداد تبارك الله هذا جداد هايده وايده يعني نسيمه والسلام لوغو تما وكاليتي تما والجوده عاوتايده وايده عندهم الاقبال على بريوات والحمد لله سنا كتشوف كليان ديالنا هدفنا ارضاء الزبان يعني الطلب ديالنا حق الامنيات فهمتيني الكليان ديالنا الله يرحمها كليان كتشوف جادو غوجي فيما مشينا الحمد لله احسن
حلاوه في العالم احسن بريوس تبارك الله عليك. الله يحفظك. غتقول لي شني عندك هنا؟ عندي توشيه درامادر. اوه داك الشيء منور تبارك الله. ديال العواشر كاين الاقبال اليهم شويه. شوف السعر دابا هادو شحال الثمن ديالو؟ هادي كاينه 15 درهم كاينه 10 درهم. اللي كتقول لهم الثمن كيجيهم الثمن غايب. دابا انت هو اللي كتصنعو؟ اه على يدك. تبارك الله يعني فيهم تمارة ويشو عيدك تبارك الله. عاد المهنة ديالي نقش دلة واحد لا عنده تشادة في السوق وسع سالي. دابا تسنى ديما ديما في كاسابارا انا خاد العسة السوق وعاد دابا شوف خاصك تسع من يدك هايدا وشوفوا التمارة اللي كيضرب في يدك. يعني الانسان بالعكس هو التشجيع اهم حاجه في حياته هي التشجيع. هما بالعكس هما كخصهم يشجعونا على هذا الشيء. هذا التقاليد رمضان ما كخصناش نمسحوه. برافو. ما تفرجيش واحد يقدر التياد. برافو. دابا اخويا ملي كتقول له هذا رمضان وهذيك يقول لك لا رمضان مشى. بالعكس حنا باقي في ايام رمضان. حنا دائما عواشر. يا ربي دائما مخلقنا العواشر. الله يعزك أبو تبارك الله عليك. يرحم بابك. شكرا بزاف. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. شنو اسمك؟ يحيى. شحال صمتي في رمضان؟ 40. تبارك الله. واليوم صايم ولا فاطر؟ فاطر. شنو كتسمى في كاس بارطة اليوم؟ كنشري الحوايج لاختي. يا وشريتي الحوايج؟ قلتي لها شريتي ديالك؟ بصح نجي نعادك نهار العيد نشوفك لابس الحوايج. تبارك الله عليك. جان بالعدل زنا الصابرين زنا القوم كافرين. أصبر صلى النبي سيدي ولادي وأصبر كل هذا ولا السلطان أصبر جيانو أنو أمو جيانو كما شفت اخوتي الاجواء كاسافاراتا متخاش تخرج منها. وشكرا بزاف لساكنه كاسافاراتا وكنشكر بزاف الصديق ديالنا ليطانيا هذا الكادو هذا اللي بالنسبه لي احسن كادو في العالم وفي اطار تشجيع الصناعه التقليديه بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد وعواشر مبروكه نتلاقاو نهار العيد ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.